بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على مشاهدينا الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بفيديو جديد وشرح جديد عن افضل ثلاجات كومبي موجوده في السوق وافضل 4 ماركات ثلاجات كومبي موجوده في السوق. لو انت عروسه وبتفكري تجهزي وبتدوري على الثلاجات الكومبي، الفيديو ده هيفيدك قوي، وياريت تدعموني بلايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان غيركم يستفاد من الفيديو ويعرف الاسعار اللي موجوده في السوق عشان ما يروحش لكذا تاجر وكل واحد يلاقوه بسعر جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ولو مش مشترك في القناه ياريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس. الثلاجات اللي قدامنا دول افضل 4 ثلاجات موجودين كومبي في السوق المصري، وهي شارب وارستون وسامسونج وبيكو. لو انا بفكر اشتري دلوقتي التلاجات ديت، هقول لك ايه افضل حاجة في الفئة السعرية اللي انت بتدور عليها، ايه افضل حاجة في الخامة، وايه افضل حاجة في الجودة، وايه افضل حاجة في الكواليتي بتاعها وخدمة ما بعد البيع. اول حاجة هنبدأ بيها هنا وهي تلاجة شرب الكومبي اللي هي 360 لتر. كانت مختفية من السوق بقالها فترة كبيرة وابتدت تنزل تاني، ونازلة بعروض سعرها 13500، نازل عليها عرض ب 13000 جنيه. متوفر فيها هنا الشاشة ديجيتال، بقدر اتحكم في درجة حرارة التلاجة من فوق ودرجة حرارة الفريزر من تحت. فيها لوك عشان ما يوصلهاش للاطفال، ودي برضو هنقدر نقول ان مفيش طفل اساسا بالطول ده كله هيقدر يوصل للشاشة بتاعتها. في حاجة هنا اسمها الام دوت، ده حاجة عملية زي عملية تجميد سريع. فيها هنا حنفية مية، شكل الدسبنسر اهوت، اللون بتاعها بيكون ستانلس، يبقى تبقى انفرتر موفرة للكهرباء. درجة كفاءة الكهرباء بتاعتها ايه؟ الاستهلاك بتاعها 46 كيلو وات في الساعة. ده الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين. هنبدأ نبص عليها من جوه. عندنا هنا الحنفية ديت بتاخد 2 لتر مية زي ما احنا شايفين اهوت، ودي الرفوف بتاعتها، المساحة بتاعتها من جوه اهيت زي ما احنا شايفين. ده الدرج بتاعها بتاع الخضار، بيبقى واصل له تبريد، بيفضل محافظ على الخضار لمدة 15 يوم طازة زي ما هو. الفتحات اللي قدامنا ديت بتكون فتحات النفرست. التلاجة دي بالكامل بتبقى تركي، التقفيل بتاعها تركي، متقفلة في تركيا، والضمان بتاعها 10 سنين. ده الديفليزر بتاعها هوت، بيبقى 3 درج زي ما احنا شايفين حجم الادراج بتاعتها. الدرج بتاعها بيبقى واسع، بيبقى فيه درجين كبار، الدرج دوت والدرج دوت، ودوت الدرج بتاعها هوت اصغر درج بيكون موجود في الرف اللي تحت. وفيها ميزه كمان، لو انا مثلا الفتحه عندي من هنا مش هينفع ان هي تتحط، ينفع ان انا اعكس باب التلاجه وافتح التلاجه من الناحيه التانيه. مواصفاتها تركي، ضمان العربي 10 سنين، الماتور بتاعها كويس، وخيمة التبريد بتاعتها بتكون كويسة، الضمان بتاعها بيكون 10 سنين. سعرها 13000 جنيه في عروض شهر أغسطس. تاني حاجة عندنا هنا وهي الأريستون. الأريستون طبعا بتكون ناس كتير فاكرة ان هي ايطالي عشان هي ماركة ايطالية، بس الأريستون بتكون تركي، التقفيل بتاعها برضو بيكون تركي، والماتور بتاعها بيكون تركي، الضمان بتاعها بيكون 5 سنين، ضمان بيتك. دي الشاشة الديجيتال بتاعتها، ودي الرفوف الازاز بتاعتها، بيكون في هنا رف لازايز المية، بيبقى فيها درجين خضار زي ما احنا شايفين، درج للحافظة ودرج للخضار. بيبقى فيها فلتر من هنا زي ما احنا شايفين، الفلاتر دي بتكون فلاتر البلازما اللي هي منقية للروائح. لو بصينا للدرج بتاعها هنلاقي ان الدرج بتاعها هنا اكبر من الدرج بتاع الشرب بحاجات بسيطة. زي ما احنا شايفين خدمتها بعد البيع بتاعتها هنا بتكون هي بيتك 19966. هنبدأ نعمل مقارنة ما بينها وما بين الشرب. لو انت قلت انت يا توفيق تحب مثلا ترشح لنا ايه، انا لو هرشح لكم الشرب عن الاريستون. بس لو جينا قلنا مثلا ان احنا نرشح ايه عن الشرب والاريستون، هنبدأ ان احنا نرشح السامسونج. نرشح السامسونج طبعا في الجودة. هنا السامسونج بتكون افضل من اريستون وافضل من الشرب. بتبقى افضل منها في ايه؟ بتبقى افضل منها في الماتور بتاعها، ان الماتور بتاعها هنا بيكون اندونيسي، فبيبقى اعلى من المواتير بتاعت الشرب والاريستون ان هي التركي. هنا الساعة اللترية بتاعتها 344 لتر. لو جينا عملنا مقارنة ما بينها وما بين الشرب، هنلاقي ان الشرب 360 لتر فحجمها اكبر شوية من السامسونج، بس استهلاك الكهرباء هنا بيكون اقل. ده نظام الشاشه الديجيتال بتاعتها، بتكون تاتش بالكامل، وده اللون بتاعها زي ما احنا شايفين، اللون السيلفر بتاعها او السيلفر في اسود كدهوت، بيتحس ان هو واخد درجه الفيران شويه. نبدا نفتح نبص كده على حجم الثلاجه من جوه.
لو بصينا على حجم التلاجة هنلاقي ان هي التقسيمة بتاعتها نفس تقسيمة اللي هي الشرب بالظبط، نفس التقسيمة بتاعتها في كل حاجة، بس الاختلاف ما بينها وما بين الشرب ان هنا الدرجين بتوع الفريزر اكبر من الشرب، مع ان سعة الشرب اعلى وبيبقى على نظام درج زي ما احنا شايفين كده. الدرج ده بيكون على نظام عجل، وهنا تحت برضو بيكون على نظام عجل، واللي فوق برضو الشرب ما بيكونش فيها النظام دوت. هنا خامة التقفيل بتاعتها وخامة الرف بتاعتها بتكون اعلى شوية. الرف دوت بيكون استخدام مثلا ازايز مية او الحاجات ديت، بقدر ان انا اشيل الرف واعمل وساحة في الفليزر كلها. ودي الاضاءة الداخلية بتاعتها اهوت زي ما احنا شايفين، بتبقى نو فروست طبعا وبلازما، وكل امكانياتها كويسة جدا، والتقفيل بتاعها بيكون خامته محترمة. طب انا ليه ارشحها عن الشرب وعن الاريستون؟ ان الجودة بتاعتها والتقفيل بتاعها اعلى من الشرب والاريستون، لكن لو اتكلمنا في خدمة ما بعد البيع والصيانة والضمان والتوكيل بتاعها، فهيبقى الشرب افضل خدمة صيانة وتوكيل وخدمة ما بعد البيع بتاعتها. الاريستون عشان نسيت اقول لكم على سعرها، سعرها 13,500، والسامسونج ريال سعرها 14,500. واخر حاجة هتبقى موجودة معانا هنا في الفيديو، هتبقى تلاجة بيكو التركي. اول تلاجة طبعا كومبي كانت موجودة في السوق، واول ما اخترعوا حاجة اسمها كومبي كانت على البيكو ديت. البيكو منتج كويس، الضمان بتاعها 10 سنين، فيها سمارت انفرتر بتوفر في الكهرباء، السعة بتاعتها 324 لتر، وفي احجام اكبر منها في البيكو الازاز السوداء اللي هي 495 لتر و505 لتر. كفاءة الكهرباء بتاعتها 21 كيلو وات، اقل تلاجة بتستهلك كهرباء في السوق المصري كله، اقل تلاجة فيها حاجة اسمها استهلاك كهرباء موجودة في السوق المصري كله. الشاشة الديجيتال بتاعتها هي زي ما احنا شايفين، وميزتها كمان ان هنا فيها حاجة اسمها منظم كهرباء، يعني لا قدر الله لو النور قطع ولا حاجة والنور جه تاني ما يقدرش يحرق لي الموتور ولا يبوظ لي الاكل اللي في التلاجة. دي مش موجودة في سامسونج ولا موجودة في شرب نفسها، دي موجودة في بيكو اللي هو تنظيم الكهرباء. نبدأ نفتح نبص عليها كده من جوه. موتورها تركي بالكامل، متقفلة في تركيا بالكامل، منتج بيكو بالكامل، بيكون التقفيل بتاعه بيكون تركي زي ما احنا شايفين. ده الشكل بتاعها، حجم بتاعها اهوت، بتكون حجمها صغير شوية، فيها درجين، درج هنا اللي هو بيحافظ على الطعام، وهنا الحافظة بتاعة الخضروات. المرف بتاعتها بايركس ضد الكسر، دي رقم الموديل بتاعها اهوت، والمواصفات بتاعتها هنا بالكامل، جودة وتقفيل بيكونوا تركي. الدوام بتاعها بيكون 10 سنين، سعرها 13,900 جنيه، رقم الصيانة بتاعتها بيكون 16,16,500. كده انا كلمتكم عن افضل منتجات او افضل 4 تلاجات كومبي لو انت حابب تشتريهم في السوق المصري، وهي تلاجات شارب واريستون وسامسونج وبيكو. لو انت قلت لي انهن بالترتيب هقول لكم اولهم سامسونج، تاني حاجة فيهم شارب، تالت حاجة فيهم بيكو، اخر حاجة الاريستون، ان الصراحة خدمة ما بعد البيع بتاعتها بتكون سيئة. لو جينا رشحنا حاجات وخدمة ما بعد البيع بتاعتها تكون كويسة، فهي تبقى الشارب طبعا رقم 1، والبيكو رقم 2، وسامسونج رقم 3، واريستون رقم 4 من ناحية خدمة ما بعد البيع، لكن كجودة سامسونج اعلى حاجة في السوق. دي كده كل المواصفات بتاعتهم. لو في اي استفسار سيبوها لنا في تعليقات الفيديو، واحنا هنرد على حضراتكم على طول. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد من قناة كيو سمارت. ولو انت بتستفاد مني فعلا وبيوصل لك شرح وبيعجبك فعلا، يا ريت تدعموني باللايك، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك فيها. الف شكر، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.